وللحديث عن استهداف ميليشيات إيران في المنطقة ومآلات الصراع الدائر، معنا من بيروت عبر سكايب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، وعبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد السميدعي. أستاذ حسان، أبدأ معك، مرحبا بك بداية. إلى أي مدى يمكن الربط بين القصف الذي استهدف القيادي في ميليشيا حزب الله في العراق وما جرى اليوم من استهداف أو قتل عباس الدبس المسؤول في ميليشيا حزب الله وآخرين في النبطية بلبنان؟ من الواضح أن هناك تنسيقا راسخا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باستهداف القيادات الأساسية في كافة التنظيمات التي تعمل تحت أمرة إيران، خاصة وأن قاسم سليماني الذي تم اغتياله منذ سنوات كان قد أسس بنية عسكرية للعمل خارج إيران وسميت وقتها القوات العمل الخارجي، وهذه القيادات متوزعة ما بين لبنان وسوريا والعراق وحتى إيران. لذلك نرى أن الاغتيالات التي تمت في لبنان عندما تم اغتيال وسام الطويل في بلدة خربة سلم في الجنوب وهو كان مساعدا لقاسم سليماني وهو لبناني، وكذلك اغتيال اليوم أحد قادة حزب الله في النبطي وهو أيضا من كبار القادة ومن الأساسيين، كذلك اغتيال بعض القادة الإيرانيين من مساعدي قاسم سليماني وبعضهم مرشح كان لخلافة قاني في حالة انتهت ولايته، واغتيال الساعدي في العراق. هذا يؤكد أن هناك تنسيقا ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال هؤلاء القادة وبالتالي القضاء على هذه البنية العسكرية التي سبق أن أنشأها قاسم سليماني ومهمتها دائما القيام بعمليات خارج إيران تستهدف المصالح الغربية أو المصالح العربية بحسب ما تراه القيادة الإيرانية مناسبا لها ويخدم مصالحها. طبعا هناك تنسيق واضح والدليل هو هؤلاء القادة الذين كانوا يعملون تحت أمر قاسم سليمان. ابقى معي أستاذ حسان. أستاذ لبيد، مرحبا بك. مع مقتل القيادي في ميليشيا حزب الله في العراق أبو باقر الساعدي بالأمس، ماذا يعني تصاعد القصف الأمريكي للميليشيات التابعة لإيران في العراق والمنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للتصعيد الأخير، كان هو التصعيد كان ناتج عن كون ميليشيا حزب الله العراقية يعني وكذلك باقي الميليشيات، يعني وأهم هذه الميليشيات كما نعلم هو ميليشيا حزب الله العراقية، يعني كسرت، يعني هذه الميليشيا كسرت عن غير قصد قواعد الاشتباك مع القوات الأمريكية. قواعد الاشتباك كما جرت العادة يعني أن تلتزم بها هذه الميليشيات هي أن تكون ضرباتها غير مؤذية للقوات الأمريكية، يعني ممكن أن تحدث أضرارا مادية يعني ولا تؤدي إلى قتلى وعدد كبير من الجرحى في القوات الأمريكية. ما حدث في الضربة الأخيرة التي أصابت البرج رقم 22 في الأردن أنها يعني عن طريق الصدفة، يعني كانت هناك طائرة مسيرة تابعة للقوات الأمريكية عائدة للقاعدة، وبالتزامن مع عودة هذه الطائرة جاءت ضربة فأدت إلى خسائر كبيرة يعني غير معهودة يعني للقوات الأمريكية. فهذا ما جعل القوات الرد الفعل الأمريكي يكون قاسيا يعني وسريعا وقويا، يعني متأثرا أيضا بالأجواء الانتخابية تسود أمريكا. يعني فإذا نحن نتوقع أن هذه الضربات أيضا ستأخذ مدى محدودا ثم تتوقف. يعني الهدف من هذه الضربات العنيفة الأمريكية هي أن تعيد الميليشيات العراقية إلى قواعد الاشتباك التي اعتدنا عليها. يعني هذه الميليشيات وجهت ضربات تجاوزت 160 ضربة إلى القواعد الأمريكية، ولم نشهد أنه ضربة بهذا العنف يعني خلال طيلة هذه الفترة من 7 أكتوبر إلى ما قبل أسبوع، يعني لم نشهد ضربات بهذا العنف وهذا التصعيد. طيب أستاذ لبيد، لو سمحت ابقى معي سوف أعود إليك. أستاذ حسان، بالعودة إليكم، إلى أي مدى ترى أمريكا جادة بإنهاء قدرات الميليشيات الصاروخية سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في لبنان؟ من الواضح أن الصراع بدأ يتخذ منحى أكثر دموية وأكثر شدة، وحتى أيضا هناك أبعاد استراتيجية الآن لهذا الصراع. إيران من خلال تحريك ميليشياتها في كافة هذه الدول بما فيها اليمن إنما تهدف لأن تكون لاعبا أساسيا على طاولة المفاوضات بخصوص القضية الفلسطينية، فهي وجدت نفسها خارج هذا الإطار
وجدت نفسها بعيدة عن المشاركة في التفاهمات المستقبلية لقطاع غزة وحتى للقضية الفلسطينية. لذلك هي حركت هذه الميليشيات بشكل محدود، محدود جدا، حتى لا تفلت الأمور من بين يديها أو حتى لا تتجاوز كما ذكر زميلنا الحدود المرسومة لها. ولكن الأمور بدأت تتصاعد. الآن المطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق أو قوات التحالف الدولي من العراق، هذا سوف يأخذ العراق إلى مشهد أمني خطير جدا. أوله أن هناك صراعا سوف ينشب ما بين الاعتدال الشيعي والتطرف الشيعي، لأن الحكومة العراقية الآن تمثل الاعتدال الشيعي، والحشد الشعبي بكافة مكوناته غير المنسجمة مع قرار الحكومة العراقية، والتي تأتمر بقرار إيراني إنما تمثل التطرف الشيعي. فإذا نحن أمام مشهد قد يتخذ منحا دمويا في الصراع ما بين التطرف والاعتدال الشيعي. إضافة إلى ذلك، انسحاب القوات الدولية من العراق سوف يترك المكونات الأخرى من كردية وعربية ملتزمة بأمور العراق وشأن العراق كالأنبار وغيرها وصلاح الدين والموصل، سوف يدفعها للتسلح ومواجهة الحشد الشعبي، لأنها لا تستطيع أن تعيش تحت رحمة هذه التنظيمات الإجرامية الإرهابية. هي في حقيقة الأمر هي تنظيمات تكفيرية بكل معنى الكلمة، لأنها تكفر كل من لا يؤمن بولاية الفقيه وبالنظام الإيراني وبعقيدتها الدينية. لذلك العراق يتجه نحو منحى خطير جدا، وهذا ما تتخوف منه إيران، لأن هذه المعارك سوف تكون على حدودها. أيضا في لبنان هناك مشكلة أيضا تواجهها إيران، وهي أن حزب الله يمارس مناوشات محدودة مع الكيان الصهيوني، ومطلوب منه عدم الانخراط في صراع أكثر دموية أو أكثر شدة أو لماذا حتى لماذا لا يأتي من إيران سوى الصواريخ والقتل والدم؟ لماذا لا تكون دولة كباقي الدول، يعني تهتم بحالها باقتصادها بشعبها؟ لماذا تصدر الدماء والقتل والعنف إلى باقي الدول؟ ما الذي يجعل إيران تتصف بهذه الصفة عبر التاريخ؟ هذا النظام يقوم على المظلومية، دائما يتحدث عن الظلم التاريخي التي لحق بهذا المكون، وهذا ما تروج له كافة الميليشيات التابعة لها. فهذا النظام يحمي نفسه بالصراعات، يحمي نفسه بالمواجهة مع الآخرين، دائما ما يخاطب شعبه وجمهوره بأنه مستهدف، بأن هناك عدوانا قادما، بأن هناك من يريد القضاء على هذا النظام. في حين ليس هناك أي عدوان ولا اعتداء من أي دولة على إيران، هي التي تبادر بالاعتداء وتبادر بتصدير تماماً الميليشيات وتبادر بتصدير القتل إلى شعوب المنطقة. اسمح لي فقط الصواريخ. نعم والصواريخ. اسمح لي سيد حسن، سوف أعود إليك مرة أخرى. سيد لبيد، هناك قاسم مشترك بين المستهدفين في العراق ولبنان، يعني هؤلاء اشتركوا في تطوير دفاعات صاروخية إيرانية في سوريا. لماذا سمحت الولايات المتحدة بوصول ميليشيات إيران إلى هذه القدرات، يعني على مدى ربما يعني 18 سنة؟ يعني عندما نتكلم عن القدرات التسليحية والصاروخية للميليشيات العراقية، يعني لماذا أغمضت عينيها يعني الولايات المتحدة عن هذه العملية؟ أمريكا استفادت يعني من الميليشيات العراقية إبان حربها على تنظيم الدولة، يعني وكانت للميليشيات دور ميداني يعني معروف في تلك الحرب، يعني وكان التنسيق جاريا على قدم وساق بينها وبين القوات الأمريكية. يعني والقوات الأمريكية كما نعرف أنه كان دورها الأساسي هو دور من الجو، يعني الجو الطيران يعني، وأما الدور الأرضي فكان يقع على عاتق القوات الأرضية والميليشيات تشكل جزءا مهما منه. وحتى بعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة لم تكن الميليشيات تشكل خطرا جديا يعني على القوات الأمريكية. الضربات التي استهدفت القوات الأمريكية يعني كانت ضربات كما ذكرنا سابقا، ضربات غير مؤذية. اما الضربات الاخيره التي يعني ردود الفعل الاخيره الامريكيه على الميليشيات يعني اخذت منعطفا تصعيديا بسبب حادثه البرج كما ذكرنا في الاردن، وبسبب الاجواء الانتخابيه التي تضغط على الرئيس بايدن من اجل ان لا يظهر بمظهر ضعيف المتخاذل، وهي تستغل خصوصا الحزب الجمهوري وخصوصا ترامب يستغل ضعف بايدن وركوده
من أجل الضغط عليه وسلبه من وإضعاف مكانته وموقفه الانتخابي. أنا أعتقد أن الميليشيات ستعود كما ذكرت سابقا، ستعود إلى سابع رعاتها وتقوم بضربات بين فترات متباعدة، بضربات إعلامية الهدف منها أن لا تقول أن الضربات الأمريكية سببت لنا هزيمتنا. طيب وانتصارنا. ابقى معي أستاذ لبيد، سوف أعود إليكم مرة أخرى. أستاذ حسان، بالعودة إليكم، ما الذي تمتلكه ميليشيا حزب الله من أوراق عندما تخصف منطقة لا تخضع ضمن قواعد الاشتباك المتفق عليها ويقتل فيها ضابط يوصف بأنه كبير داخل ميليشيا حزب الله؟ أولا، عملية الاغتيال كما ذكرنا يعني تندرج في إطار القضاء على البنية العسكرية التي أسسها قاسم سليماني للعمليات الخارجية. ثانيا، حزب الله لا يستطيع، إسرائيل تستدرج حزب الله للرد، ولكن حزب الله لن يرد كما يجب حتى لا يصل إلى حرب مفتوحة. يدرك حزب الله في لبنان أنه إذا خاض حربا مفتوحة مع إسرائيل، مع الدعم الدولي الذي تحظى به الآن خلال حرب غزة، سوف يتم القضاء عليه كليا في لبنان، وبالتالي سوف يخسر هيمنته على لبنان. نحن الآن في لبنان نعيش تحت هيمنة حزب الله، لا رئيس جمهورية، لا حكومة فاعلة، لا حاكم مصرف مركزي، كيف معظم مؤسسات الدولة الآن شاغرة نتيجة تعنت حزب الله ونبيه بري حليف حزب الله الذي يمنع انتخاب رئيس أو حتى تعيين موظفين أساسيين في مواقع أساسية. لذلك وإيران أيضا سوف في حال خسر حزب الله سوف تخسر إيران قدرتها على تهديد أمن إسرائيل عندما تريد أو عندما تريد أن تساوم الغرب على مطالب معينة، سواء من الملف النووي أو الملف الأمني أو في حصة إقليمية من الثروات أو في عمليات التسويق في الإقليم. لذلك يخشى حزب الله الدخول في هذه الحرب بناء على قرار إيراني. حزب الله لا يملك قراره الاستراتيجي، إيران التي تدير اللعبة بكاملها. حزب الله الآن بانتظار أوامر إيرانية لخوض المعركة بالشكل الذي تراه إيران مناسبا، سواء كان التصعيد أم عدم تصعيد. ولكن مع استمرار عمليات الاغتيال سوف يجد حزب الله نفسه ضاغطا على إيران، وإيران أيضا سوف تجد نفسها مضطرة للطلب من حزب الله التصعيد في مواجهة إسرائيل، لأن الجمهور الآن في لبنان المؤيد لحزب الله أو لإيران بدأ يخشى من انهيار حزب الله والشعور بأن إيران غير جادة في مواجهة طيب إسرائيل كما كانت تقول سابقا. أستاذ حسان، هناك مصطلح دائما ما تردده إيران، سابقا كان النظام نظام بشار يردده بأنه نحتفظ بحق الرد، وهناك أيضا هذا المصطلح الذي ما يسمى بالصبر الاستراتيجي. هل هذا الصبر الاستراتيجي معناه التضحية بالميليشيات بعناصر الميليشيات في مقابل الحفاظ على وجود نظام الولي الفقيه؟ ماذا يعني الصبر الاستراتيجي بعد كل هذه الضربات القوية للميليشيات الموالية لإيران؟ ألا تعد هذه إهانة لإيران أو للنظام الولي الفقيه؟ إيران تملك القدرة على اختلاق مصطلحات جديدة تدخلها في العالم العمل السياسي، الصبر الاستراتيجي، الرد في الوقت المناسب وعندما تريد، وحدة الساحات، كلها عبارات ومصطلحات مطاطة لا ترقى إلى عمل جدي. وحدة الساحات اليوم أعلن عن نهايتها خامنئي بشخصه مباشرة عندما تحدث وقال اليوم أن الفلسطينيون قادرون على مواجهة العدوان بمفردهم. هذا يعني أنه قد تخلى عن منطق الذي كان يروج له هو وكافة أتباعه في الدول العربية من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا، بأن وحدة الساحات هي التي تجمع شمل كل هذا المحور المكون من عدة ميليشيات، وأن أي عدوان على أحدها سوف يستنفر الباقون للمشاركة في المواجهة. أستاذ حسان، عفوا أعتذر منك، أنتقل أخيرا إلى السيد لبيد الصميدعي في سؤال أخير. يعني أستاذ لبيد، إلى أي مدى ترى بالفعل أن لدى إيران خطة للرد على أمريكا مع مصطلحات الصبر الاستراتيجي؟ يعني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تم قتله ولا زال الصبر الاستراتيجي، ما الذي يمكن أن تفعله إيران بعد كل هذه الإهانات؟ إيران لا ترغب، لا إيران ولا أمريكا بحقيقة يرغبان في الدخول في صدام مباشر يعني مع بعضهم البعض. يعني
لكن إيران التي ترفع يافطة فلسطين وتحرير القدس وتتاجر سياسيا تتاجر بهذه اليافطة، يعني تريد في نفس الوقت يعني تريد أن تضفي على شعارها نوعا من الواقعية، يعني هي تبقى يعني رافعة لهذا الشعار لكن لا تقوم بأي فعل يعني على طريق تحرير القدس أو على طريق دعم القضية الفلسطينية، وإنما تريد فقط لأن أن 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 يبقى كثير من الواهمين أو كثير من يعتقدون بشعارها وتنطلي عليهم يعني هذه اليافطة من خلال ماذا؟ كيف تفعل ذلك؟ من خلال تحريك وكلائها، وعندها وكلاء كثيرون في المنطقة، يعني عندها في العراق وفي سوريا وفي لبنان، تحريك هؤلاء يعني من خلال هذه الضربات الخفيفة والضربات غير الموجعة، الضربات الإعلامية على أساس أن هذه الضربات هي ناتجة عن حرب غزة وهي تضامن ودعم لصمود. قصفت أربيل أيضا تحت لافتة الحرب في غزة. نعم عفوا، أربيل قصفت تحت لافتة الحرب على غزة. نعم نعم، يعني القوى يعني بالضبط إيران ضربت. طيب ماذا تبقى من محور المقاومة الذي طالما تحدثت وتغنت به إيران؟ ماكو يعني محور المقاومة، لو كان هناك محور مقاومة لدخلوا، هذا هو الوقت المناسب، هذا هو الوقت الصحيح لدخول الحرب. يعني هناك لو كانت أي قوة إضافية يعني تضاف إلى صمود أهلنا في غزة وصمود المقاومة في داخل غزة، حاليا يعني مضت أكثر من 120 يوم يعني على حرب غزة، وما زالت القوات الصهيونية تتكبد الخسائر تلو الخسائر، وهناك انسحابات من داخل قطاع غزة حاليا، يعني البارحة انسحبت كتيبة من وسط قطاع من خان يونس نفسها، يعني وهناك أزمة في داخل الكيان الصهيوني. هذا هو وقت الحرب، لو كانت هناك مقاومة حقيقية وممانعة وإلى آخره من هذه المصطلحات التي مر ذكرها من خلال الزميل ضيفكم الكريم، لو كان هناك مقاومة حقيقة فهذا هو الوقت المناسب. أي ضربة إضافية حاليا، أي قوة إضافية تضاف إلى الجهد الموجود في داخل غزة يؤدي إلى نهاية الكيان الصهيوني وهزيمته هزيمة نهائية يعني وتحرير فلسطين. محور الصبر الاستراتيجي. شكرا لك أستاذ لبيل الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض لوجودك معنا في بانوراما الرافدين، كنت معنا من مالمو، وشكرا جزيلا الأستاذ حسان القط مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا عبر سكايب من بيروت.